ستاك اوفر فلو هو واحد من اشهر لسيت انترنت. اميج نفهمه اش معناها ستاك اوفر فلو وشنية علاقتها بالريكورسيفيتي. البارتي الاولى من الكلمه هي ستاك اللي ديجا حكينا عليها في الفيديو اللي فاتت. البارتي الثانيه هي اوفر فلو اللي هي بالدرجه نتاعنا كيما نقولوا تتجاوز ولا تتعدى لي ليميت. اذا تاخذ فلاش ديسك 16 جيجا ما تنجمش تحط فيه 18 ولا 20 جيجا، حتى ستاك زاد ميموار. دونك اذا هي عندها سايز معين ما تنجمش تحط اكثر منه، واذا تخزن اكثر من السايز نتاع ستاك باش يصير الاوفر فلو اللي هو يفيد. كناخذ اكزامبل نتاع كيس ماء وقت اللي تعبيه اكثر من الطاقه نتاعو باش يفيد. الغلطه الاولى في الريكورسيفيتي اللي تنجم تتسبب في ستاك اوفر فلو هي انك تنسى البيز كيس ولا تعمل بيز كيس ما نخلطولهاش، يعني باش تقعد ليكزيكوسيون نتاعك انفيني وفما حتى كونديسيون توقف ليكزيكوسيون هذايا. اذا نتعدي ونشوفوا اكزامبل بالكود خلينا نفهموا اكثر كيفاش نتسبب في ستاك اوفر فلو. باش ناخذ توا فونكسيون فاكتوريال فيرسيون ريكورسيف ونحي لها البيز كيس. دونك كيش نشوفوا شنو باش يصير، نمشيو لهنا الساعه الديباغ ديباغينغ ويندو ونختاروا كول ستاك باش نشوف اون طون ريال ستاك نتاعنا شنو باش يكون فيه. دونك تحركوا لهنا على اليمين الكول ستاك. دونك نجيو لهنا باش نعمل لونسمون او مود ديباغينغ. دونك نزل على الحمراء هذايا استنى شويه. دونك شوف شنو صار، هو سيبوزي قبل الوقت اللي يخلط الان يقال زيرو يقف. شوف لهنا كي ما عطيناهوش كونديسيون داري سايد في نوصل نحكيو على فاكتوريال ال 6 5 1 3 8. دونك صار له بومباردمون وشوف قداش امبيلا في ستاك. هذايا حاجه تعمل الستاك اوفر فلو. اذا عملت فونكسيون ريكورسيف جوها باهي كودك نظيف واحترمت البيز كيس، هذا ما يعنيش انك ما تيحش في الستاك اوفر فلو. علاش؟ على خاطر تنجم تعمل ابيل اكسيسيف ليكزيكوسيون نتاعو تسحق برشا دي فريم اللي ديباسيو السايز نتاع ستاك نتاعك. فما ديكا نجمو نتفاداوهم، اذا مثلا عندنا دي زابيل قاعدين يتعاودوا هما بيدهم نجم نعملو ميموريزاسيون باش نراو البارتي هذايا في الكور نتاع الدي بي. فما ديكا على الغالب ما نجموش نتفاداوهم. لهنا عندنا زوج حلول، سواء نزيدو في السايز نتاع ستاك سواء مالوغوزمون لازمنا نستعملو الفيرسيون ايتيراتيف. بالنسبه للعباد اللي يستعملوا البايثون نجم تعرضكم ايرور اسمها ماكسيموم ريكورجن ديبث اكسيد، على خاطر في البايثون فما ليميت في لي زابيل قبل حتى ما نخلطوا للسايز ونعملوا اوفر فلو في ستاك نتاعنا. باش تلقاو ارتيكل في الديسكريبسيون يحكي اكثر على الحكايه هذه.